شركة النفط الوطنية القديمة تعرف شنو كانت إمكانياتها؟ تعرف شركة النفط الوطنية زين كانت تمتلك من الإمكانيات بحيث قامت تروح يسوون اتفاقيات ويا الجزائر، نحن نسوي الآبار بالجزائر، نحن نحفر الآبار بالسودان، نحن نطلع النفط من هناك، عندنا هذه القدرات. الآن احنا جايبين شركات العالم، تعالوا كشفوا لنا احنا كنا نسويها. ايش قد شركة النفط الوطنية جولة التراخيص النفطية وايش قد مطلوبين الآن؟ طبعا مبالغ جدا كبيرة. الرائع والرؤية الرائعة التي قدمها السيد الشهرستاني، وما حد يقدر يقول ليش. ممكن يا عالم هاي فلوس فقرة، طبعا مو هاي فلوس شعب. مع الأسف، مع الأسف هذا الواقع، مع الأسف.